شايفين الحلاوة والجمال دي، شايفين الشياكة والجمال ده والشكل والحلاوة دي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ده طحال معانا، ودي فشة كده بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، شايفين الشكل والجمال عامل ازاي. لو عاوزة تعرفي الطريقة تعالي كملي معايا الفيديو وانا اقولك احنا عملنا الحلاوة والجمال ده ازاي مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وبالنسبة عيد الاضحى المبارك واكلات العيد زي ما انتم شايفين معايا كده. هنعمل النهارده هنعمل فشة كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. لو ما تعرفوش شكلها اهو، ده شكلها اهو، دي الفشة او القلب زي ما تحبوا يعني تقولوا عليه. طبعا انا نقعاه مش اقل من ساعة في مية وخل وليمون وملح، مش اقل من ساعة، ومنضفة كده زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. ومعانا النهاردة كمان هنعمل ايه، ده حاجة كده بتسمى الطحال. للي ما يعرفهاش يعني، هي بتيجي كده على بعضها كده، القطعة كده على بعضها زي ما انتوا شايفين كده اهو، ده بيجي كده على بعضه كده كده. تعالوا اقول لكم احنا هنعمله ازاي بطريقة سهلة وبسيطة عشان العيد واكلات العيد. معايا المقادير ما فيش اكتر من كده، انا طبعا بسيبه بحاله كده زي ما انتوا شايفين، بسلقه بحاله كده ما بقطعوش، لان لو قطعته هيشرب مية ومش هيبقى طعمه حلو معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا بسيبه بحاله كده. ومعايا طبعا جزرية مقطعه وطماطمية وبصلاية وليمونة، ومعايا توابل فلفل وملح وورق لورا ومعلية جنزبيل وحبان زي ما انتوا شايفين. تعالوا اقول لكم احنا هنعمل ايه. اول حاجه كده معايا ميه بتغلى على النار زي ما انتوا شايفين كده. هبدا انزل بالخضار اللي عندي كده والليمونه اللي معايا عشان الريحه بتاعته برضو، لو فيها زفاره او اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل برضو بالتوابل اللي عندي كلها، طبعا هي بتغلي معايا اهي. وهنزل عندي بالطحال اللي موجود عندي، وهنزل بالفشه زي ما قلت لكم، ما تقطعهمش، تسلقهم بس بحالهم كده زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا نسلقهم كده في الحله كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبهم على النار لحد ما يغلوا معايا، وهرجع اقول لكم احنا هنعمل ايه. ودي شكلها اهو بعد ما بدات تغلي معايا زي ما انتوا شايفين كده. هبدا اجيب الرغاوي اللي معايا دي، انت بتسلقها عادي زي اكنك بتسلقي لحمه عادي كده. تبدا تشيل الريم ده كده، تشيل الريم كله اللي بيطلع كده زي ما انتوا شايفين. مثلا الليمونه اللي احنا حطيناها دي بتشيل اي زفاره خالص، وبتخلي ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. وده الريم اهو بعد ما تخلصنا منه زي ما انتوا شايفين اهو، ما عادش معايا اي ريم خالص كده. اي حاجه تظهر معاك كده تبدا تشيلها كده زي ما انتوا شايفين. بتسلقها عادي زي اي لحمه عادي بتتسلق معاكي. طبعا الليمون والجنزبيل بيشيل ريحه الزفاره خالص زي ما انتوا شايفين كده. والله اني شم الريحه في منتهى الجمال، ولا فيها اي ريحه زفاره ولا اي حاجه كده براحتها. حوالي تقعد على النار حوالي نص ساعه مش اكتر من كده، وما بياخدش سوا كتير. وهقول لكم بعد كده احنا هنعمل ايه. ودي شكلها اهو بعد ما استوت معايا اهي بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. دي شكلها كده بعد نص ساعه، شايفين بجد الريحه بتاعتها طالعه في منتهى الجمال، علشان الليمون اللي احنا حطيناه والجنزبيل زي ما قلت لكم. ما شاء الله كده شكلها اهو بعد نص ساعه، فكده هطفي عنها واسيبها لما تبرد خالص، وهرجع اقول لكم احنا هنعمل ايه مع بعض. وده شكلها اهي بعد ما بردت معانا زي ما انتوا شايفين كده، بردت خالص معايا كده اهو. طبعا الشوربه ديت احنا مش هنحتاجها طبعا خالص، هنرميها. احنا هنطلعه كده من الشوربه دي اهو، طلعه معاكم كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا اقول لكم احنا هنعمل ايه بقى. هنجيبه عندنا كده، وهنجيب بلانشة كده عندنا، اي بلانشة عندك كده، وهنبدأ نقطعه فيها بقى. هنبدأ نقطعه بقى المكعبات، طبعا هنقطعه كده اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده. تبدأ بقى نقطعه مكعبات صغيرة كده بالحجم ده، شايفين لونه وجماله من جوه عامل ازاي اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده، عشان احنا ما قطعناهوش في الاول. لو كنا قطعناه في الاول بقى وسلقناه، بتلاقي لونه يسود معاكي وبيبقى شارب مية ومش طعمه حلو خالص. جربي الطريقة دي بيطلع في منتهى الجمال. طبعا انا هقطعه كده مكعبات صغيرة كله بالكمية دي زي ما انتوا شايفين كده اهو، كله هقطعه مكعبات صغيرة معايا كده.
يدي الريحة بتاعته طالعة في منتهى الجمال. ولسه ما عملناش في حاجة، لسه هنشتغل فيه كمان. زي ما انتوا شايفين كده، انا طبعا هقطع بقية الكمية زي ما قلت لكم كده، هقطعها كلها اللي معايا وارجع اقول لكم احنا هنعمل ايه. وده شكل الطحال اللي بعد ما استوى معايا اهو، هقطعه برضو كده حلقات زي ما انتوا شايفين معايا كده، هقطعه برضو كده طرنشات كله كده زي ما انتوا شايفين. وبعد انا هقطعه وارجع لكم تاني لان انا بصور بايد واحدة، طبعا هقطعه زي ما قلت لكم طرنشات كده وارجع اوريه. وده شكله كده معايا اهو بعد ما قطعته طرنشات كده زي ما انتوا شايفين. الشكل والجمال، الطعم بتاعه بيطلع في منتهى الجمال، احسن من الكبده كمان. وتعالى اقول لكم احنا هنعمل ايه بعد كده. طبعا انا هحطه كده في طبق كده زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو، دي الطحال ودي الفشه معايا وشكلها والجمال اهو، بسم الله ما شاء الله. قطعت كل الكميه كده زي ما انتوا شايفين، هاجي عندي على النار كده، ودي طاسه عندي على النار اهي، وحاطه فيها حبه زيت واسيبه كده لما يسخن معايا. لازم لما يسخن معايا قوي. ودي شكلها اهو بعد ما قلبتها على الناحيه الثانيه كده، بدات تاخد لون معايا زي ما انتوا شايفين كده، بتحمرها كده زي اكنك بتحمري كبده او اي حاجه عندك كده. لما تاخد لون معاك بتقلبيها على الناحيه الثانيه، مفيش اكتر من كده يعني اهو، زي ما انتوا شايفين كده بنحمرها. بس خلي بالك متكرتشه زي ما قلت لك. طبعا انا هطلعها كده اهو، هي كده خدت اللون معايا. هطلعها كده وارجع لكم تاني. ودي شكلها اهو بعد ما طلعت معايا، ما شاء الله شايفين الشكل والجمال، ولا احلى من كده اهي. ودي طبعا الطحال معايا نزلت بيه في الزيت كده زي ما انتوا شايفين، هبدأ احمره برضو على الناحيتين من جميع النواحي لحد ما ياخد معايا لون من الناحية دي والناحية دي، وهرجع اوريكم النتيجة في النهاية عاملة ازاي، هكمل بقية الكمية. ودي شكلها اهو بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بعد ما خلصت معايا، ولا احلى من كده. دي الكمية بتاعتي اهي ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. وده الطحال معايا اهو، شكله وجماله بجد بيطلع النتيجه بتاعته في منتهى الجمال. اللي ما بيحبش الحاجات دي هيحبها بالطريقه دي، جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبك. احلى طريقه واسهل طريقه، والطعم كمان في منتهى الجمال. بنرش عليها بعد ما نحمرها كده شويه فلفل اسود زي ما انتوا شايفين كده، وبتطلع النتيجه في منتهى الجمال، ولا احلى من كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، الشكل يفتح النفس لوحده زي ما انتوا شايفين الشكل والحلاوة والطعم كمان في منتهى الجمال. لو عجبك الطريقة بتاعتي ما تنسينيش من الاشتراك في القناة لو ما كنتش مشتركة، وتفعل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.